يلاقي نادي الفصح الرباطي مستضيفه اتحاد العاصمه الجزائري وذلك لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني ضمن مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه الكاف وسيكون نادي الفصح الرباطي مطالب بنتيجه الفوز ضد اتحاد العاصمه الجزائري حيث لن تكون المهمه سهله لحسم التاهل الى الدور القادم امام حامل اللقب في النسخه الماضيه وكان قد تعادل نادي الفصح الرباطي في مواجهه الذهاب بهدف لمثله ضد اتحاد العاصمه الجزائري على ارضيه مركب مولاي حسن بالرباط وتقام المواجهه بين كلا الفريقين يوم الاحد 1 اكتوبر انطلاقا من الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر وذلك لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني ضمن مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه الكاف للاشاره المواجهه بين كلا الفريقين ستنقل على قناه الرياضيه المغربيه وقناه الجزائريه السادسه